السلام عليكم خوتي المشاهدين. انا دابا انا جيت راني في البلاد ديالي، البلاد ديالي اللي تزادت فيها هانتوما. هيا دي الدار نتاع خويا، الدار نتاع الوالدين خليتها لتحت. انا طلعت دابا، جيت حليت الباب هانتوما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبيعه غزاله، شوف هانتوما كانت عندنا الداليه هنايا. دابا هانتوما دخلوا تساراو معايا، شوفوا بلاتي عاد نطلع للسطح. دابا غادي نهبط لتحت، شوف هانتوما طلعت بوحدي، باقيين هما راهم لتحت في الدار ديال الواليد. حنا تما هانتوما، هاد خاي ديالي ماشي هنا يا خويا، ماشي هنا، تيعيش على برا. هانتوما الدار كيفاش دايره، شوف الداليا، كان زارع الداليا عرفتي تبارك الله كيفاش كانت تولد، ما تصوروش تبارك الله، العنب الاحمر والخضر. ها نتوما خويا اللي هنا في البلاد هو اللي دابا هو اللي مقابل هنايا. ها نتوما شوف الدنيا غزاله، خضروا عليكم. هذه هي البلاد ديالي، هذه هي هنا فين تزاديت، هنا فين عشت حتى تزوجت ومشيت بحالي، وبقات بلاد الوالدين. هانتوما كلشي زوين، هانتوما ودوزو معايا. خويا مربي السمان، عامل السمان، راه عاملو حتى في الدار في البلاد في الدار ديالنا لتحت. ودابا هادي هاهما داير السمان هنايا هانتوما. عرفتي عندنا الدنيا زوينة، عندنا حنا الدوار ديالنا ما عامرش. هانتوما حنا هنا كنا غير الناس ديال الناس ديال البلاد، كنا خمسة ديال العائلات صافي. هانت كل واحد باني في بلادو. هانتوما شوفو الحجل، هانتوما شوف الحجل، مربي الحجل ودا تيبيض، عندو تيبيض هانتوما. وكان داير شحال هادي، كان داير القنيات، وعندي خويا من واحد النوع اللي ما تيبغيش الحاجه الوسخ، تيبغيش مثلا الزبير وهداك الشيء، تيعجبو كلشي نقي. هادو دابا دارهم هنا نتوما، شو داير لهم البراكه هانتوما، البراكه اللي داير لهم نتوما، الزيتون هانتوما. تساراو معايا، هنا كانت الداليا، شوف هانتوما الله اكبر، اش لا اله الا الله وحده لا شريك له، رضيت بربي له محمد رسول الله. مكملتكمش، خليت الاذان داز. هنايا كانت حتى هي انا كانت الداليا كبيره، وكان داير لها داكشي داكشي العصي وهداكشي. ودابا هو وحيد زبرها وزرع اللوز هانتوما، زرع دابا اللوز. ها هو قاش البلاد ديالنا شحال هادي، كان عندنا غير التشين، وعندنا اللوز، وعندنا القرقع، داك القرقع الرومي الطويل هانتوما اللي تيبانوا لكم بحال الفارم هانتوما. هذه هي البلاد ديالنا حنا اللي فيها، فيها الزيتون وفيها الليمون والحامض وبامبلوموز هذاكشي. ولكن هذاكشي نقارض بقوه الجفاف اللي كان في المغرب وهذاكشي، صافي تبدلوا دابا عاد ولاو ولا جبال. ان شاء الله غدا غادي نطلعوا بحالنا، انا تنسكن في طنجه، وهنايا هاد البلاصه البلاد ديالي. حنا جينا بين فاس ومكناس، جينا بين سبعيون وطوجطات. حنا طوجطات هو الفيلاج ديالنا هانتوما. عندنا الهدوء بزاف بزاف، حنا ما عندناش الناس بزاف هانتوما. حنا ما عندنا زعما عندنا الناس قلالين، ما عندناش الناس بزاف، الدراري ماتوا الوالدين مساكن وهداك الشيء، وبقاو غير الاولاد تبارك الله، كل واحد فين خدام، شي في كازا شي في الرباط شي هانتوما. هانتوما هذا البير، البير باش تيسقيو. دابا المازوط قالك غلا، دابا داير الضو بقى يخدموا بالضو هانتوما. ها البير هانتوما، ها هو الباب هذا التحتاني، ما دخلتش منه صافي. في العشيه غير تنفطروا لتحت، تنجيو تنطلعوا نجيو لهنايا في الليل، وتيكون واحد المنظر والهدوء زوين. زعما الانسان تيحتاج شويه الباديه يخرج لها، بان المدينه صعيبه بزاف، غير المدينه ما كاينش بحال الباديه الصراحه هانتوما. والناس البوادي والله الا غالبيننا حنا هانتوما. هذوك ست الدار باقيين تبارك الله ولاد البلاد،
من تيجيو تي في العطله تيتجمعوا تي زعما عندهم واحد المحبه زوينه زعما الصراحه. باقين الناس ديال البلاد هنايا عندنا باقين بحال الخوت. انتوما شوفوا والله الا خضرت عيني، عرفتي واحد الجو زوين زوين. البارح طاحت الشتا الليله كامله وهي الشتا تطيح، والحمد لله على الشتا اللي جاتنا هي اللي هي السبب دهاد تبارك الله هذا الربيع ناض. ولكن واخا حتى المنطقه ديالنا زوينه، المنطقه ديالنا زعما واخا هكاك عندنا البيار عندنا الماء. ها انتوما دابا نمشي نطلع للسطاح عاود نجبر لكم الصور، تصور نصور من تما. ها انتوما بغيتكم تشاركوا معايا تساراو معايا. ها انتوما خوتي، ها انتوما شوفوا انا طلعت فوق السطح، شوف تبارك الله شوف الطبيعه كي دايره. يلا تساروا معايا تساروا معايا. ها انتوما ها انتوما هذوك النساب ديالنا، ها انتوما كيفاش دايره الدنيا غزاله تتحمق. شوف الغنم تطرى، هذه هي البلاد ديالي، هنا تزاديت هنا خلقيت هنا قريت. ها انتوما شوفوا شوف تبارك الله، راه ملي تدوز لوتوروت وكاينه التران راه القنطره التران، ما عرفتش كيفاش نقربها. انتوما شوف شوف ها انتوما شوفوا ها انتوما. دابا كل واحد بنا في البلاد ديالو، حنا الناس قلالين تتخرج ما تتلقاش الناس. هذه هي الباديه ديالنا، هذا هو الدوار ديالنا، هذا هو القبيله ديالنا. ها انتوما حتى الدواور بعادين كل واحد خاويه الدنيا خاويه. ها انتوما شوفوا ها انتوما فاس، راه فاس ما تيبانش فاس، هذاك هو فاس. وحنا جيت هكذا راه كاينه انطوشطات مور هاد سميتو، بعيده علينا ب 10 كيلومتر. انتوما كاين هاد الجهه عاوتاني هاد الجهه هنا فين كاينه جهه مكناس، وحنا جينا في الوسط. انتوما عرفتي زعما ما كاينش بحال البلاد وحق الله كاينش بحال الطبيعه. انتوما هادي الدار دخاي خويا تيعيش في فرنسا، والدار الوالد الوالدين بقاو بقات لتحت، والبلاد ديال با بقى لتحت. هانتوما المدرسه اللي قريت فيها هي هذه اللي كنت قاريه فيها، هنا قريت الابتداء ديالي وكانت الدنيا غزاله. شوف هانتوما هاد الطريق، هنا الزيتون، هاد هنا كان الليمون كان التشين وكان الماندارين وبامبلوموس. هاد البلاد كامله كانت، ومن بعد كان اللوز، عاودوا حيدوا اللوز. دابا شوف مع الجفاف وداكشي دابا دايرين هادو الزيتون. وها المدرسه اللي قريت فيها هي هذه المدرسه ديالي الابتدائيه، وهاد الطريق اللي تتبان لكم طويله كنت نقرا الفرونسيك، كانت واحد المدرسه الفوق كاينه سكه التران، كان لاكار كان لاكار د التران وردوها مدرسه، كنا تنمشيو تنقراو الفرونسي تما، كنت نضربو هاد الطريق كامله وكنا تنقراو تبارك الله ولادنا كاملين نقراو. وكان البرد وعرفت في السبعينات، انا قريت في السبعينات وما كتاب خرجت. المشكل ديالي هو استاذ ضربني على والو، ضربني ها انتما تتشوفوا هاد الصفصاف هذا القطيب من هنا باش ناكلوا الدق. قسما بالله كلينا الدق بصح. ها انتما هادي هي المدرسه، دابا زادوا هي كانت كان البني بحال اللي قديم، هادي دابا زادوا بناوها مزيان. ها انتما هادي سكنة الاستاذ، ها انتما هادي هي الطريق اللي تنقبطو كامله، هادي هي الطريق. هاد الطريق تدي لعين طوشطات الفيلاج ديالنا فين كاينه الاداره وفين كاينه كلشي، بعيده علينا ب 10 كيلومتر. وندور عاوتاني هاد الطريق هادي اللي كنت نقول لكم قريت في المدرسه وكانت المدرسه بعيده. هاد الطريق تطلع لسبع عيون 10 كيلومتر بينا، حنا جينا في الوسط. ها انتوما ها البلاد ديالنا، هذا هو الدوار ديالنا، هذه كامله شوفوا تبارك الله كامله زيتون. هنا هذا هو راس المسقط ديالي، هنا تربيت هنا عشت، من هنا مشيت تزوجت، ودابا ماتوا الوالدين والعائله. دابا لقيتوني جيت عند بنت عمي، كان مات واحد ولد عمي جيت عزيت، هو في الطريق كان الشيخ القبيله. وكل واحد دابا الاولاد كل واحد تيبنى في حقه. وهذاك البلاصه اللي تيبان بحال المعمل، هذاك واحد من فاس جا دار زعما معمل باش يخدموا الناس وكلشي، ولكن حنا عندنا الدراري تبارك الله كلشي خدم كلشي توظف.
ما كانش اللي يخدم خصو يجيب العمال يجيبهم من جهه اخرى وصافي. ودار وسد دار فايت دار كان معمل الريحه. ها انتم هاد البلاصه اللي وريت لكم قلت كان لوز وكان شوف الغلم تطرعه كاينين باقي الناس دايرين الغلم. هذا حانوت تنجيو نتسخروا حتى لهنايا حانوت ديالنا الدوار. ها انتم عاد غادي نضرب دوره غادي نمشي بحال لي للدار ديالنا غادي ندخل للدوار. عرفتي كانت ايام كانت ايام زوينه وكل عائله سبحان الله العظيم كلشي تبدل كلشي تغير. لي مات مات وولادنا ولادنا كل واحد فين مشى والبنات كل وحده فين تزوجات. وحنا اللي عندنا حنا الدوار ديالنا تقريبا كانوا غير خمسه د العائلات صافي ما عندناش الناس بزاف. وكانوا الناس تيجيو عندنا مساكن اللي تيخدموا كانوا الناس تيجيو عندنا هنا تيخدموا وهداك الشيء تيعطيهم طريف د الارض وتيبنيوه وتيخدموا من بعد تيشريو طريف د الارض وتقريبا رجعوا بحالنا رجعوا بحالنا زعما رجعوا الله يعمرها سلعه عندنا روافه عندنا. دابا غادي ندخل للدوار. ها هو السكنه القديمه انا كاين اللي بانيهم هادو عاود لي بالاحمر هادوك برانيين ولكن قدامين عندنا في البلاد. انتوما طبعا انا دايزه داخله للدار غاده للدار دبا الدار ديالنا باقا هي ما مغيره ما حتى شي حاجه. ها انتوما قربت للدار ديالنا عندنا الجامع مور الدار ديالنا هي الجامع ما تتبانش السمعه. غادي نصور انتوما ها السقايه اللي ما عندوش البير تيسقي منها كاين اللي ما عندوش البير. حنا عندنا البير قديم ها الجامع ها بيت الله هاد الناس العائله مساكين تاهما توفاو وما بقاوش. ها الجامع الجامع ديالنا ها السقايه اللي ما عندهمش الماء تيسقيو. ها انتوما هادي هي الدار ديالنا ها هي كامله. انتوما الشاطو عندنا الفوق صافي عندنا شوفوا الشجر عرفتي هنا كيفاش كان اللوز وكان كلشي كلشي تحيد كانوا الكرم. ها انتوما هادي هي بلادي وهادي هي دارنا وهنا تزاديت ووالدينا هنا بقاو حتى ماتوا مساكين الله يرحمهم. ها انتوما الناس الزيتون هاد الزيتونه قديم عندنا الزيتون كبير. ها انتوما